الله عليه سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أخطأ العالم فهل يجوز لطالب العلم أن يبين خطأه أمام الناس؟ لا، ما يجوز له يبين خطأ لا أمام الناس ولا بينه وبينه، بين صراحة، وإنما يعرض له، يقول: لو قال شخص كذا وكذا مثلا، لو قال شخص كذا وكذا مثلا، أو يقول: أنا عثرت على حديث، يمكن العالم استدل بحديث وهذا الحديث لا يصلح للاستدلال، هل يقول أنت أخطيت؟ يقول: أنا عثرت على حديث كذا وكذا وقالوا في سنده كذا وكذا، يجي يتنبأ، يجي أنه يتنبأ بدون أنك تباشره بالانتقاد. نعم.